العسل ده النحل بينتجه عشانه، عشان نفسه، وبيعمل الشمع من عنده بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعمل العيون السداسية بسم الله ما شاء الله، وتلاقيه بنى. حتى لو جه في بيت، في بلكونه، في زرع، في اي حاجه، تلاقيه بنى على طول الشمع، عشان يبدا يخزن فيه الايه، العسل بتاعه وحبوب اللقاح. احنا خدنا انتاجه، يعني هو المفروض هيخزن في الموسم، لو كان الموسم ده من شهر 12 موجود، او يبدا من 12 على خفيف، ويبدا في شهر 2 يزيد، في شهر 3 يزيد، في 4 يزيد، في 5 يزيد، لحد 6 و7. وفي بعض المناطق في زهور موجوده في 7 وفي 8 وفي 9، زهور البرسيم بتاع ده السمسم، وزهور الموز، وزهور القطن، وتتابع المحاصيل، كل دي زهور موجوده، بس بتبقى شديده في مكان، متواجده في مكان، وفي شح في مكان اخر. فاللي عنده زي الاخ اللي اتصل بيا وبيسالني منين دلوقتي، اللي عنده الفقر في المرعى بتاعه يبحث ويشوف مرعى تاني، كل لما يكون في تتابع محاصيل جميل، وما يكون في اشجار كافور جميل، النحل بيشتغل بذره الكافور بتوازي فدان من الارض بالنسبه للزهور بتاعتها. فعشان كده انت دلوقتي خدنا المحصول بتاع النحل خلاص، ولما في ظهور فبنبدا بعد كده نغذي، لان احنا خدنا انتاج، والا هناخد نص الانتاج. يعني هو عمل 10 براويز عسل، انا هاخد 5 واسيب له 5 من العسل يتغذى عليه لحد ما يجي الموسم الجديد. طب انا اسيب 5 كيلو ب 500 جنيه، ولا اغذيه ب 5 كيلو سكر ب 50 جنيه على ما يجي الموسم الجديد؟ بالعقل كده، والناس محتاجه العسل، فاحنا يبقى قدام العسل انا هديله تغذيه مكانها باقل من العشر من اللي انا هسيبه، وبعد كده هيبدا يشتغل. فطبعا يا جماعه، مش لو العمليه ان انا هغذي عشان اخد عسل، ما ينفعش. كنا فرزنا في السنه 5 6 مرات، انما احنا بنفرز مره واحده او مرتين، ويجي بعد كده في الشتاء النحل لو اهملناه وما غذيناهوش يموت. لو عندي 100 خليه الاقيهم بقوا 30، وابدا اشتري نحل جديد، وابدا اربي فيه، وادي له تغذيات عشان يكتر تاني النحل، ويبدا يجمع ويجيب من بره. الخليه الواحده بتبقى فيها 120,000 نحله فيما فوق. فلما الملكه بتحس ان مفيش تغذيه ولا في عسل جوه، بتحجم عن الايه، وضع البيض، بدل ما تحط 2000 و3000 بيضه يوميا في الخليه، لان النحله بتعيش 6 أسابيع فقط لا غير، الملكه تعيش 6 سنين، لانها بتتغذى على الغذاء الملكي، انما النحل بتتغذى على العسل وعلى حبوب اللقاح. فعلشان كده النحله الملكه بتحط كل يوم من 2000 ل 3000، لما في ظهور ولا في تغذيه ولا في اي حاجه، عشان كده بنحط بدائل حبوب اللقاح، وبنحط المحلول السكري علشان الملكه تتوهم ان في شغل، تبدا تحط بيض، والبيض ده لما بيطلع نحل صغير بيتغذى على كل العسل اللي موجود، ويبدا مع موسم جديد يكون كميه النحل كترت، يبدا يجيب من الخارج. وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي مشاهدي القناة، قناة مناحل المراد، اليوم احنا دلوقتي في المنزل بنعبي العسل من الجراكن اللي احنا جمعنا فيها، في عبوة خاصة كده بنعتبرها زي المندق، ليها حنفية من الأمام، ومن بعد ما نعبي ونفضي الجراكن اللي قدامنا هنبدأ نعبي في البرطمانات للبيع، نص كيلو وكيلو، هنزود فيها بعض قطع من الشمع بالعسل، دي أول حاجة، وهنكمل بعد كده. دي طبعا البرطمانات فاضية، رصاص نص كيلو، ودي برطمانات مليانة اهو، دول 2 كيلو، ده كيلو، ده كيلو، ده نص كيلو، ده كيلو، ده جنبه نص، ماشي. بنحط احنا قطع شمعية من اللي انتوا شايفينها قدامكم دول، خلاص. وهنتكلم معاكم دقيقة واحدة كده، ومع
بنشوف احنا ازاي بنعبي العسل المنتج اللي احنا فرزناه وانتجناه. دي نوارة البرسيم، بيقولوا عليه نوارة البرسيم او النوارة. طبعا احنا هنا بعبي عن طريق عامل هنا محبس او حنفية اهو، وده الكيلو، هنعبي الكيلو قدامنا اهو. طريقة سهلة انا عملتها او افتكرتها. دايما الموضوع النحل محتاج، او المناحل محتاج دايما ان انت تبتكر وتألف وتجرب وكده. النحل يا جماعة عشان موضوع مهم وكل الناس تبقى عارفة، الناس اللي في البيوت والناس اللي في المطابخ. واحد بيقول يعني غالب الناس اللي بتتفرج على القناة والمشتركين عندك من اللي هم عندهم طبخة والحاجات زي كده، طبعا ست البيت يهمها الأمر ده، مهم جدا. خلاص احنا هنقفل اهو. نص ده نص، هنعبي النص ده. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا في التعبية، لأن ممكن ينزل العسل اللي غرق الحتة كلها. عشان كده نحط الصينية أثناء التعبية، عشان لو حاجة نزلت هتكون موجودة برضو معانا، مش هتبهدل الدنيا. طبعا احنا بنفرز مرتين في السنة، واحيانا مرة. تابع المرة يا جماعة، يعني لو فيه ظهور والدنيا شغالة خلاص خير. العسل اهو ده نص كيلو وده كيلو. المرعى شغال فعلى طول، مفيش مشاكل، ناخد فرزة، ولو ربنا ادانا رزق تاني ناخد فرزة تانية، مفيش مشاكل، يبقى خير. لو مفيش وظهور قلت خلاص، هي بناخد فرزة وانتهت. هنعبي الإمصاص، فيها بعض الشم وفي إمصاص ما فيهاش. سهلة، طريقة سهلة في التعبية اهو، بس لازم الواحد يبقى صاحي. نشيل ده على طول، ما بياخدش حاجة في التعبية. دلوقتي المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة اللي هو الميزان. ماشي، هنحط كده. هذا كيلو، كيلو وعشرة، الأخير ده كيلو وعشرة جرام. يبقى هنشيل على طول
اللي بعده كيلو 5 جرام ماشي هنشيل خلاص. ها كيلو 15 لما يبقى زيادة ماشي مفيش مشاكل. ها كيلو لا ده هنزوده لأن ناقص 5 جرام. ماشي برضو كيلو 5 جرام عادي لازم يبقى فيه زيادة يا جماعة ما يبقاش ناقص اهو. كيلو 15 جرام عادي ماشي لازم العسل ياخد يستوفى حقه. كيلو 5 جرام عادي ماشي. طب الانصاص ها هنشوف مع بعض كده. ها هذا النص ها 520 و 15 يعني مستوفي اهو اهو 510 505 خلاص. هنوزن بقى كل 525 لا ده هناخد منه بقى ناخد منه 20 جرام لان 20 في الكميه دي تعمل 2 3 كيلو. طيب هنوزن ونكمل الباقي وبعد كده المرحله اللي جايه اللي احنا هنعمل ايه اللي احنا وزنناهم دول هنبدا نغطي. يعني احنا وزننا اللي وزناه ده هنبدا كله نحط عليه الايه الغطيان بتاعته كده ودي اخر مرحله وبعد كده هنصور المنتج بعد ما نغطيه ماشي. زي ما انتم شايفين مع بعض كده وهنكمل مره تانيه ان شاء الله. كده احنا وزننا وغطينا دول الكيلوهات دول الكيلوهات ودول نص كيلو ده كيلو وده نص كيلو ماشي زي ما انتم شايفين كده ده العسل بعد ما عبيناه يا جماعة نوارة البرسيم 2022 كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.